تم الإعلان في مجلس الوزراء المصري عن طرح 500 ألف فدان ضمن مشروع المليون فدان، والحقيقة أننا وآخرين بنتابع حالة الجدل الشديدة المرتبطة بهذا المشروع. الحقيقة لما قرأت بعض التفاصيل الخاصة بفلسفة هذا المشروع بلني بعض الحاجات وبلني بعض التفاصيل التي تحتاج إلى التوقف، ممكن تكون محل نقاش. يعني حضرتك يبقى عندك وجهة نظر مؤيدة، في حد تاني يبقى عنده وجهة نظر معارضة، ليس عيبا، المهم أن تكون هناك معلومة متاحة حول هذا المشروع طبيعته. اللي أنا قريته أن الفلسفة المشروع ده مش أنك أنت هتروح تزرع والموضوع هيخلص، ده يتعلق بمجمعات أو مناطق اقتصادية هيتم فيها فلسفة اقتصادية معينة. إيه الفلسفة دي؟ مين اللي هياخد الأراضي دي؟ وهياخدها إزاي؟ وأنا هحميه إزاي؟ وإيه حكاية أن المليون فدان هياخدوا مية كتير وإحنا عندنا مشكلة ربنا أعلم بيها وربنا يستر علينا في مسألة مستقبل المياه؟ الدراسات اللي اتعملت حول هذا المشروع راعت هذه الأبعاد ولا لا؟ هطرح هذه التساؤلات وغيرها، وهنتظر تساؤلات حضراتكم أيضا مع ضيف العزيز المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري والمسؤول عن هذا المشروع. أهلا وسهلا. أهلا بك. وبشكرك على إتاحة الفرصة لنا. الشرف لي يا فندم. الله يخليك، الشرف لينا يا فندم. حضرتك طبعا عارف إيه اللي اتقال على المليون ونص فدان. عارف يا فندم. عارف الصورة الذهنية اللي خدت انطباع كده من الأول، مليون ونص فدان إيه وهيرجعونا لتوشكا ومش توشكا وإحنا كنا خدنا إيه، وبعدين المليون ونص فدان ده هما قالوا أول مليون، بعدين لك مليون ونص بيزودوا، لا كلام اتقال وأنا أرجو إن صدى حكي التاسع، وبعدين زودوهم بمزاجهم. طب مين اللي هياخد الأراضي دي؟ يعني ومين اللي هيروي؟ والمية هنعمل فيها إيه؟ والمحصول يعني اشرح لنا بس الخطوط العامة الخاصة بالمشروع. أولاً هو إحنا بدأنا بمليون فدان. وحاليا احنا بنشتغل على مليون ونص فدان، مليون ونص فدان رقم حقيقي. احنا اتاخرنا شويه، وسبب التاخير ان احنا ما كناش عايزين نضحك على حد، فعشان ما نضحكش على حد لازم نعمل دراسات، ولازم نتاكد لما اقول له انت هتروح الحته الفلانيه هتشتغل وهتلاقي ميه وهيبقى عندك التربه تسمح بالزراعه، يبقى لازم اكون متاكد من هذه الاشياء. اشتغلنا مع الجهات المعنيه ومراكز الابحاث المصريه الموجوده، وبنتكلم مع مراكز ابحاث عالميه عشان تيجي تدقق لنا هذا، فبعد سمعت وتاكدت من وجهات نظر مختلفه عشان ساعد حول جدول المشروع. يا فندم حول جدول المشروع؟ لا يا فندم مش جدول المشروع، انا بتكلم على التربه. يعني درجه التربه ونوعيه الميه. القصه مش هزار. الصحراء مش هزار. الصحراء محتاجه مجهود ومحتاجه خبره ومحتاجه علم، فبنوفر بقدر استطاعتنا كل هذه البيانات للمستثمر الصغير والمزارع الصغير وللشاب والمستثمر الكبير. طيب انا هفترض ان انا اقتنعت بفكره المليون فدان. تمام. وقررت ان انا اخد قطعه ارض كشاب كده بدأ حياتي، انا ومثلا رفيق العمر معايا شاب زيي، وقررنا هنطلع بقى ناخد هدومنا ونطلع على الصحراء ولا نعمل ايه؟ شوفي يا فندم، اولا طريقه الطرح اللي عندنا هي احنا بنطرح ابار جوفيه، يعني مناطق نظام الري فيها عن طريق الابار الجوفيه، المناطق دي كلها دي اللي هتبقى غالبا في الصحراء الغربيه، يعني مناطق متغدده في الصحراء الغربيه، في عندنا حاجه اسمها المغره دي جنوب العلمين، وفي الفرافره القديمه، وفي امتداد الخرافره، وفي فرافره جديده، كلها مناطق طبعا، وفي سيوه، وفي غرب المنيا وغرب غرب المنيا وتوشكا والطور في سيناء، فكلها اماكن متفرقه معظمها او كلها تقريبا في غرب النيل، في منطقة الصحراء الغربية. المنطقة الصحراء الغربية فيها أماكن التربة فيها جيدة جدا، درجة التربة بقى 3 و4، درجة المرتبة الثالثة ومرتبة الرابعة، ودي طبعا نسبة أو دي رتبة للتربة جيدة جدا، لأن المرتبة الأولى والثانية دي هي الأرض الطينية. فدي دي أنا سمعت علميا إن في حاجة إن اسمها التربة الكويسة للزراعة اللي بقى فيها صلصال أكتر من رمال. ولا ده غلط؟ لا معرفش، ما أقدرش أقول لحضرتك دي التفصيلة لأن دي جزء علمي بحت، فلازم أقول لحضرتك، لكن احنا عندنا درجات التربه بتقسم من الدرجه الثالثه في الصحراء بالذات، من الدرجه الثالثه الى الدرجه السادسه. احنا في المناطق اللي اخترناها دي، المناطق اللي اخترناها دي فيها مناطق درجه ثالثه ودرجه رابعه، ودي 3 4 من 6، وفي وفي كمان درجه 5 ودي بتتزرع. يعني كل المناطق دي قابله للزراعة، بس اهم ما في الموضوع ايه؟ ايه اللي يتزرع في اني ارض وباني ميه؟ كويس قوي. اوكي. ففي اولا كل بير من الابار له عمق معين عشان يوصل لما يقال عليه البحر، يوصل للمكان اللي فيه الميه وفيه تجديد الميه، ودي نقطه مهمه جدا، لان في بعض الناس بتروح تحفر بير على بعد 100 متر 150 متر ويقول لك انا لقيت ميه ويشتغل،
ويفاجئ ان دي ميه سطحيه نتيجه المطر والمدى وما الى ذلك وتخلص منه بسرعه. لكن احنا المفروض بنوصل للمياه الجوفيه عشان نصل الى جوف الارض المناطق اللي فيها. طب مش ده بيكلفكم فلوس كتير قوي عشان توصلوا للميه؟ اه طبعا. ما هو برضه على حسب المناطق. يعني في بعض المناطق عشان نوصل للمياه الجوفيه بنصل الى حوالي 250 متر وده يعتبر كويس. منطقه الفرافره الميه فيها جيده جدا جدا من ناحيه الكم ومن ناحيه النوعيه. عشان نوصل لها ونوصل للخزان الجوفي بنوصل الى 750 ل 800 متر. ودي ابار ما ينفعش انها تتحفر بالنظام عفوا يعني النظام البلدي اللي هو ايسون وبتاع ويحفروا كلام، لا دي ابار العميقه بتبقى لها مقاييس يعني شديده الدقه. والشركات دي مش هتتساب للاجتهادات الشخصيه. ما ينفعش يعني ما يعني انا لو رايحه اخد قطعه ارض وازرعها يعني مش انا اللي هقوم بقى بحفر الابار واشتغل كده مع نفسي وانا مش عارفه حاجه. حفرين الابار وتاكدنا من وجود الميه ونوعيه الميه وقابليه الميه للزراعه وقابليه التربه للزراعه. قبل ما اقول للشاب او لمجموعه الشباب روحوا يا جماعه انتوا حظكم. ما ينفعش ان انا اقول له تعالى اشتري ارض وانت وحظك تطلع نافع تطلع كويسه تطلع بايظه او يعني تقول له تكلف انت بده، هيتكلف هو يعمل ايه؟ مش هيعرف يعملها. اه طبعا مش هيعرف يعملها، ولو حاول يعملها هيشوف ارخص وسيله، قد تكون ارخص وسيله ليست هي الوسيله الفضلى. فاحنا بنعملها عشان ما خلوش هو ياخد الريسك وياخد المخاطر ونتاكد انها مظبوطه. يعني حاجه بتديني قطعه ارض فيها بير، حاجه بتديني قطعه ارض فيها التربه وفيها الميه اللي هي مقومات الزراعه او اساسيات الزراعه، وبتقول لي ازرعي هنا كذا لان هو ده المناسب لده. في بقى حاجه اسمها التركيب المحصولي. ودي مراكز الابحاث في وزاره الزراعه ساعدونا فيها الى حد كبير. التركيب المحصولي بيعتمد على المناخ لان كل منطقه مناخها مختلف، وعلى نوعيه الميه وعلى نوعيه التربه. وبالتالي بيقول هنا وعلى المقنن المائي للبير، ودي نقطه مهمه لان مش هنخلي الناس يسحب من البير زي ما هو عايز. لان لازم يكون حجم سحب الميه من البير معادل الى التعويض عشان يبقى في استدامه، والا هسحب الميه بسرعه والميه تملح او البير بيملح. عاملين ضوابط، ما هو حسب نوعيه المحصول برضو، في محاصيل بتاخد ميه وفي محاصيل ما بتاخدش ميه. في بقى هنا حاجه بالنسبه للمحاصيل. بقول له التركيب المحصولي للمنطقه دي هي الليسته دي من المحاصيل، وده اللي بيجود وده بيجود اكثر وهكذا، وده يجود في الجو الفلاني والميه الفلانيه، وهو بيختار من لسته التركيب المحصولي عشان يقدر يجيب اعلى انتاجيه من الفدان. في لسته تانية بقى لسته سودة. اوعى تقرب منها. ما تقرب، ممنوع، ولو عملها هيبقى عليه مشكله غرامات قد تصل الى ان اسحب الارض.